تمام. الفرق بين هذا او بين الاكس كود او اي برنامج ثاني ان هذه كلها واجهات بنسميها واجهات لتنفيذ اللغه، هذه كلها تسمى اي دي اي، اختصار لاي دي اي اللي هي انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت. هاي اختصار لانتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، اللي هي البيئه اللي انا من خلالها بدي اكتب الكود تبعي وانفذه على جهاز الكمبيوتر. فانا على سبيل المثال انا هذا الكود اللي عندي او هذه هي الاي دي اي، قد تكون كود بلوكس، قد تكون اكس كود، قد تكون سي فري، قد تكون اي شيء ثاني انا ممكن استخدمها حتى انا اكتب الكود اللي الي. هذه الواجهه اللي هي الكود بلوكس او الاكس كود اللي بتعمله انها راح تعمل تنفيذ للكود اللي انا كتبته، بنسميها هاي كومبايل، بتعمل له كومبايل. شان كومبايل اللي بتحوله ل باينري فايل او ملف في لغه الزيرو والون. مش احنا حكينا الجهاز ما بيفهم الا لغه الزيرو والون، فانا هنا لما اجي اعمل كومبايل هيحول لي الاسطر هاي اللي انتم شايفينها اوامر الطباعه والتنفيذ، هيحول ليها لملف عباره عن صفر وواحد، وهذا الملف هو اللي بيتم تنفيذه على جهاز الكمبيوتر على المشين، وبعدين بيعرض لي النتائج والاوتبوت الى اخره. فاذا انا عندي هاي كلها عباره عن واجهات، ممكن استخدم اي واجهه انا بدي اياها حتى انفذ الكود اللي بدي اياه. اللي بدي اوصله من هذه من الكود بلوكس او من اي برنامج ثاني اللي هو اعمل رن تنفيذ يحول الرقم الملف لصفر واحد او باينري فايل، وبعدين يتم تنفيذه على جهاز الكمبيوتر. طبعا في برامج اونلاين انتم ممكن تشتغلوا عليها، هذا اللي يعني عنده مشاكل لحد الان في تنزيل، ممكن يروح على سي اونلاين كومبايلر، تمام. حتلاقوا هنا اكثر من اونلاين كومبايلر، على سبيل المثال هاي جي دي بي، انا ممكن اضغط عليه، هي هذا اونلاين كومبايلر، ممكن انا هيو اكتب الكود مهانة على اي اونلاين، هاي اعمل رن وتحت طبع لي النتائج. فانا ممكن اروح كمان لاونلاين كومبايلر، يعني يفضل ان يكون عندي نازل كود بلوكس واشتغل محلي، لكن لو اضطريت على شغله معينه او فتحت جهاز ثاني او بدي اشتغل حتى من الجوال ممكن اروح على اونلاين كومبايلر زي هيك. طيب هسه السي كلغه برمجه، المحتويات الرئيسيه لاي برنامج انا بشتغله هي هذا اللي انتم شايفينه قدامكم. اول شغله هاي بعدين الفانكشن هذا اللي انتم شايفينه اللي هو انتجر مين القوسين وافتح قوس وسكر قوس، هذا باختصار هو برنامج سي. يعني الطباعة هاي بديش اياها خليها على جنب، لكن هذا هو برنامج السي اللي انتم شايفينه. وفي عندي هنا الريتيرن برضو، هاي بديها تكون موجودة. طيب خلينا نبلش فيهم، ايش هذول؟ هاي ثلاث اجزاء. اي برنامج بدكم تكتبوه ابداوا بهاي الاشياء على طول. انا بدي اكتب برنامج سي، بدي ابلش السهم انكلود، وعندي ال S3D input output dot h dot h، وبسكر وباجي هنا integer main والقوسين وبفتح كيرلي بريسز وبسكر، وباجي هنا قبل ريتيرن صفر، وبعديها بكتب اللي بدي اياه. دائما اي سؤال بيجيني انا بدي اكتب هذول، وبعدين باجي بطلع السؤال ايش بده. هاي عناصر لازم تكون موجوده في اي برنامج سي قبل ما اكتب اي شيء. طيب ايش هاي الشغلات؟ هاي الشغلات بحكي لي انا عندي هنا الانكلود، هاي انه انا بدي اجيب مكتبي اسمها std، هاي انكلود انه ضمن لي في هذا البرنامج هاي المكتبه. الكلمه هاي تحكي له ضمن لي في هذا البرنامج هاي المكتبه. شو هاي المكتبه؟ اللي هي اختصار هذه std io standard input output library. ودوت اتش اللي هو الاكستنشن تبع الملف، زي ما نعطيك مثلا ملف بي دي اف بيكون دوت بي دي اف، او ملف الوورد دوت اي اكس او، او دوكس بيكون الملف الوارد. هنا ملف اللايبرري هاي بيكون الامتداد تبعها دوت اتش.
فأنا هاي المكتبة فيها أوامر الإدخال والإخراج. هاي المكتبة فيها أوامر الإدخال والإخراج زي إيش؟ زي print واطبع واقرأ، print أو اقرأ من اليوزر. هنا احنا نستخدم إيش؟ سكان، سكان اف. وهنا عندي print اف. فهذول الأوامر اللي أنا بدي أستخدمهم موجودين داخل هاي المكتبة، فأنا لازم أضمنها في برنامجي عشان لما أجي أعطي له print اف طباعة يطبع لي صح، يتعرف عليها. طيب بعدين الجزء الرئيسي من البرنامج اللي هو حيبدأ بانتجر، اللي هي اختصار لانتجر انت. وهنا عندي مين، بفتح القوسين وبسكرهم هذول، وبفتح كيرلي بريسز وبسكرها، وفي اخر شيء بكتب ريتيرن صفر. ريتيرن صفر هذه بتحكي له انه اذا انت وصلت هان من دون اي مشاكل معناها امورك تمام. يعني هذا بس تعطيني انه انا هنا لازم اني خلص انا وصلت لنهايه الاسطر اللي انا بدي اكتبها. فاذا هنا عندي انتجر، هاي اختصار لانتجر انت. المين اللي هو المين هو الفانكشن الرئيسي اللي انا بدي اكتب جواه الاكواد اللي الي، وبسكر القوسين هذول وبفتح كيرلي بريسز وبسكر كيرلي بريسز. فهذا هو الشكل اللي انا دائما ببدا فيه لما اجي اكتب اي برنامج سي. وعملية التنفيذ حتى أعمل رن، أنتم بالكود بلوكس راح تشوفوا عندكم شغلتين. لما حتى تيجي تنفذوا أي برنامج، في عندكم هنا هاي اللي هي بيلد وهاي رن. الدويرة هاي معناها بيلد. شو يعني بيلد؟ هذا بيلد إنه حول لي هذا الملف لملف صفر وواحد، وهاي الرن نفذ لي على جهاز الكمبيوتر. متذكرين لما كنا انا في عندي هذا ملف بدي اعمل له كومبايل احوله للغه الصفر والواحد، هاي هي اللي بتحول لي لغه الصفر والواحد. طيب بعدها بدي انفذه على الماشين، بدي اعمل له رن، او يعني بدي انفذه على جهاز الكمبيوتر يطلع لي النتائج، بدي استخدم هذا الزر. هذا الزر هو اللي بيعمل لي عليه رن لهذا الملف وبنفذ لي على جهاز الكمبيوتر. وفي عندي هذا الزر هو باختصر هو كومبايل بيلد ورن مع بعض، انه اعمل لي هذا الملف الباينري فايل واعمل لي عليه رن مع بعض في زر واحد. وهذا هو انا موجود عندي في البرنامج، اللي هو انا عندي مجرد زر واحد هيو، بس بضغط على هاي الرن هي هنا. طب ما طبع لي شيء لانه انا ما كتبت شيء، البرنامج عندي فاضي. ممكن اجي اعمل ايش؟ استخدم جملة الطباعة اللي هي print f، جملة الطباعة بالسي بدي احفظها هي دائما print f، واقواس والسيمي كولون. وهنا بدي اجي اكتب دبل كوتيشن، وداخل طائل دبل كوتيشن بدي اكتب اللي بدي اياه. بدي اكتب مثلا this is my first program. شايفين؟ هي هيك print f. بدي افتح قوسين واسكرهم، وداخل القوسين دبل كوتيشن، وداخل الدبل كوتيشن انا بدي اكتب النص اللي بدي اياه. ودائما في كل برنامج سي لازم انهي اي سطر بالسيمي كولون. اذا ما انهيت بالسيمي كولون راح يعطيني خطا. فانا الان لو جيت عملت رن، هنا ايش اجى؟ This is my first program. بس طبعا نزلت لي اياها مع السطر اللي بعد، السطر اللي بعد هو بس بيحكي لي انه انت برنامجك انتهى. طب كيف اخلص من مشكله زي هاي؟ بيحكي لي دائما في نهايه جمل الطباعه بدك تستخدم باك سلاش ان. من مرت عليه باك سلاش ان لايش؟ زي بين كل سطر او بعد لتنزل سطر سطر جديد. هي نيو لاين بالضبط. يعني شايفين هان بدل ما يضل منزل لي اياهم في بعض، بحكي له انا مع نهايه هذا الجمله نزل لي نيو لاين، نزل لي اي شيء بعديها في سطر جديد. بمجرد اني حطيت هذا الباك سلاش ان واجي اعمل رن كمان مره، شايفين شو عمل؟ نزل لي ما بعد هاي الجمله طبع لي اياها، وبعديها عمل لي سطر جديد، اي شيء بعديها بيجي في سطر جديد. فانا دائما في جمل الطباعه اللي برنت اف بدي اتعود اني استخدم باك سلاش ان ليطبع لي سطر جديد. طيب هي هيك برنامج يطبع لي this is my first program. ممكن استخدم على جمل الطباعه حتى اطبع اي شيء بدي اياه. انا مثلا برنت اف زي هيك، مثلا بدي اطبع شكل مثلث مثلا زي هيك. وهنا باك سلاش ان، هنا سيمي كولون. قديش انسى هذولا؟ هاي لو نسيتها حيعطيني عليها ايرور. يعني هاي بدي اطبع هذا الشكل، هنا بدي اصغر شوي، هنا بدي اعمل بيست وارد اصغر.
يعني طيب كفي هيك وارجع من رن. هي راح لك يطبع لي الشكل هذا خلاص، مجرد هي جمل طباعه برنت اف، وطبع لي هذول النجوم برنت اف برنت اف برنت اف. هيك بكل بساطه هذا هو برنامج لغه سي. طبعا هنا في لما نيجي نحكي على برمجه ضروري جدا كل محاضره ناخذها تروح تطبقوها، لانه اذا تراكمت المحاضرات اللي بناخذها مش حتلحقوا لما نيجي لقدام نعطي مثال مش حتفهم منه ولا إشي، لانه طالما انتم مش متدربين على هذول وفاهمينهم خطوه بخطوه شو يعني هاي شو يعني هاي وقادرين انكم تكتبوهم لحالكم، لقدام راح تخش الامور في بعض، حنصير اشرح إشي مش واضح بالنسبه لكم. فهنا ضروري كل مثال بناخذه يروح تطبقوه وتجربوه عندكم على الاجهزه. هي هذا بكل بساطه البرنامج الرئيسي. هنا بطبع الجمله وانا طبعت مجموعه من الاسطر. حد عنده سؤال لهان هيك؟ طيب في دوسيه طب خلينا نيجي هسه على المتغيرات. انا بدي اعرف متغيرات، بدي اعرف قيمه اكس واعطي اكس مثلا 5. احنا بالرياضيات تيجوا بتحكوا اكس تساوي 5 صح؟ بتيجوا بتحكوا واي تساوي 3 مثلا او 3 زي هيك، وبتيجوا بتحكوا زد تساوي اكس زائد واي صح؟ هذا الحكي انتم في رياضيات على طول بتيجي بتعرف وبتعمل زائد. هسه هذا كلغه برمجه هذا الحكي ما بزبط، شايفين؟ هذا لو بدي على طول اعطاني ايرور، اعطاني علمني عليه احمر وكلي في خطا. ايش الخطا اللي عندي هنا؟ بحكي لي اول شغله في لغه السي او لغات البرمجه بشكل عام ما بينفع تيجي تستخدم متغير بشكل فجاه هيك. طب شو يعني؟ هنا بعطيني مثلا يوز ديكليرد ايدنتيفاير اكس، بحكي لي هنا عندك اكس مش معرفه. طب شو بدي اعمل حتى اعرف اكس؟ اي متغير بدي استخدمه لازم احدد شو نوعه، هل هو انتجر او فلوت او دبل او كاركتر. هذول انواع المتغيرات بلغات السي. تمام، انا المتغير اما حيكون انتجر او حيكون فلوت او حيكون دبل او حيكون كاركتر، عباره عن كاركتر. فبالتالي انت لازم تعرف اي متغير بناء على واحد من هذول الاربعه. طيب هنا بحكي لي حتى تعرف واحد اللي تعرف هاي المتغيرات الانتجر بدك تستخدم له ايش؟ انت هاي. طب الفلوت اختصارها نفسها فلوت، والدبل برضو اختصارها نفسها دبل. طب الكاركتر شو اختصارها؟ تشار كور بالضبط. تمام، هاي هم هيك. فبالتالي انا هان لو جيت استخدم اي متغير لازم اعرفه اما بانت او فلوت او دبل او تشار. تمام، او اختصار لكاركتر. هي هان عندي طبعا انا هنا بستخدم هذول الاشارتين الدبل فورورد سلاش، هذول اختصار لايش؟ تحول لكم انت كومنت بالضبط، هاي بتخلي لي هذا السطر عبارة عن كومنت. شو يعني كومنت؟ انه لو انا شو ما خبصت من هنا ما بتعرف عليه البرنامج ما بتعرف عليه، خلص بتعرف عليه انه هو عبارة عن كومنت ما بدققها. يعني هان هذا السطر لو جيت عملت له كومنت راح عنه الايرور. ليش؟ هو خلص هو كومنت ما في شيء يدققه. فهي عادة أنا بستخدمها حتى أكتب ملاحظات، يعني أنا بدي أكتب ملاحظات عشان نعرف شو المتغيرات، وهنا بدي أكتب كومنت ملاحظة أحكي شو هم المتغيرات. طيب لو جينا نتطلع إيش الفروقات أو شو اللي بيحجزوا في كل واحدة من هذول، هذا في ملخص بعثت لكم إياه على اي تي سي اسمه سي ماتيريال فروم مجدي،
هذا راح يعتمد عليه بشكل رئيسي، لازم يكون تنزلوا جميعكم وتقرأوا كويس. طيب هنا هاي انواع المتغيرات. عندي هاي التشار، هاي الانتجار، هاي فلوت، وهاي الدبل. انا بحكي لي التشار بحجز لها من الذاكره قديش، 1 بايت يعني 8 بت. الانتجر قديش بحجز لها؟ 4 بايت. 4 بايت يعني 32 بت. يعني انا ممكن الارقام اللي ادخلها في الانتجر بتكون من ناقص 2 مليار 147 مليون الى اخره، لا 2 مليار 147 مليون. هذا الرقم اللي انا مسموح احطه في الانتجر. طب الفلوت، الفلوت اللي هو انا بدي اعرف مثلا 3.5، الفلوت بحجز لها 4 بايت. المكان او الرقم انا ممكن اروح من الى اللي هو 10 قوة ناقص 38 ل 10 قوة 38 with 7 digit of precision، يعني بعد الفاصلة مسموها معي 7 digit. طيب الدبل، الدبل هو نفس الفلوت، شو الفرق الوحيد؟ انه بيعطيني مساحة تخزين اعلى 8 بايت. والارقام اللي انا ممكن اعبر عنها في الدبل اللي هي بتتراوح من 10 قوة ناقص 308 ل 10 قوة 308 و15 digit بعد الفاصلة. يعني لو انا عندي رقم طويل مثلا ومعني انه بعد الفاصلة يكون عندي الرقم هذا كله موجود، باجي بعرفه دبل. مش هاي دكتور لونج؟ حنجيهم مش لقدام. اللونج اللي هو نفس الانتجر لكن مساحة التخزين له اكبر. برضه زي الدبل بس بتعطيك 19، أو لونج دبل اسمها، بتعطيك 19، يعني 19 كان بعد حنخلوهم الفاصل. في اللونج وفي لونج لونج وفي لونج دبل. هسه بدناش بس نتعرف على الرئيسيات المهمات اللي عندنا، تمام؟ هذولك ممكن تاخذوهم في بالكورس الثاني بالجافا، بس هان بدناش نخربش، بس نتعرف على الرئيسيات. ممكن نضيف على هذول اللونج، اللونج شي هاي اللونج، اللونج اللي هاي نفس الانتجر لكن انا لو بدي اعرف او عندي رقم اكبر من هذا اللي موجود ساين اعمل، بدي اروح اعرفه لونج، تاخذ مساحه اعلى. يعني هان شايفين هذا الرقم مثلا، خلينا نروح نرجع للاكس كود على سبيل المثال. هان الاكس لازم قبل ما اعطيها رقم لازم اجي احكي انتجر اكس سيمي كولون، وهنا انتجر واي سيمي كولون، وهنا انتجر زد سيمي كولون. الان راحت الايرور، طلعوا لا هسه هنا حاطيني ايرور، لازم انهي بسيمي كولون. هاي سيمي كولون سيمي كولون سيمي كولون، تمام؟ هيك انا صرت مشتغل بشكل واضح. قبل ما استخدم الاكس لازم اكون عرفتها ايش هي. بدي احكي له الاكس هذه هي من نوع انتجر، الواي من نوع انتجر، والزد كمان من نوع انتجر. فهو طبعا انا مجرد ما هذه بنسميها المرحله اللي هي initial declaration. تمام، هاي إن انا بعمل ديكلير لمتغير، هاي ديكليريشن، وهذه بنسميها عمليه الاساينمنت او الانيشاليزيشن. مش الانيشاليزيشن هي مرة واحدة انتجر ومنعطيه قيمة على طول؟ يعني ما هي لأول مرة أنا ممكن أسميها initialization إذا عرفته وأعطيته قيمة، أو لأول مرة بعطي قيمة للمتغير بسميها initialization. لو جيت بعد هيك بسميها assignment. لو جيت أنا حكيت X تساوي، غيرت رأيي وخليت X تساوي 45، بهاي الحالة بسميها assign. أنا بعمل assign لقيمة جديدة، تمام؟ فأنا هنا عندي عملية الديكليريشن، أنا بعمل ديكلير لمتغير، وهنا عندي عملية الانيشاليزيشن إنه أول مرة بعرف متغير وبعطيه قيمة، وهنا عملية الأسايند إنه أنا بسند بغير قيمة المتغير الموجود عندي. وممكن أعرف بالشكل زي هذا واي تساوي 3، وبدي أشيل هاي، بصير في سطر واحد أحكي ديكليريشن وانيشاليزيشن بصفحة بسطر واحد. بهاي السطر انا عرفت وحطيت قيمه للمتغير، وبصير هنا كمان هي نفس الشيء، اجي احكي اكس تساوي مثلا 5، وهذه بطل الها داعي.
وهاي بطة، هاي كمان بطة، هاي بدي اشيلها. وهنا جيت حكيت هاي اكس تساوي 4 5 واي 4 انيشلايز زد، وزد تساوي اكس زائد واي. طبعا لو بدي اقرا، لو بدي اعرف دبل ممكن اروح زي هيك فلوت واجي احكي مثلا اعرف متغير اسمه ام، بحكي ام يساوي 3.6. هذه في حال المتغير عندي له فاصلة بدي استخدم فلوت، واذا عندي بدي مساحة تخزينية اكبر باجي بعرفه انه ايش، ممكن اجي اعرف دبل. لو انا عندي الرقم مثلا بدي يا مثلا في فواصل كثيرة بدي اياهم كلهم، فانا ممكن اجي اعرفه دبل. والكاركتر باجي زي هيك char، وهنا بدي اكتب سي تساوي سنجل كوتيشن حرف، هيك انا عرفت حرف واحد فقط. تمام، كلهم نفس الشيء. الكاركتر لازم يكون داخل سنجل كوتيشن، ما مش زي الارقام لحاله زي هيك، لازم يكون داخل سنجل كوتيشن. دكتور همم. يعطيك العافية، بس بدي أسأل شو الفرق بين الفلوت والدبل؟ المساحة التخزينية لهم اللي يعني الفلوت الدبل 4 أكثر من بايت الفلوت. والدبل 8. هايهم أوه هان تمام عرضت لكم اياهم، هاي الفرق بين الدبل والفلوت. تمام هاي تمام ممكن الفلوت يعرض لي 7 ديجيت بعد الفاصلة، هاي 15 ديجيت بعد الفاصلة. دكتور يعطيك العافية. ما فيك كيف بدي أعرف كلمة وورد مش حرف واحد؟ هذا مش راح نجي له هنا. يعني بزبطش أحط فواصل وأحط لكل واحدة سينكل كوتيشن؟ لا هنا مش هنعرف الكلمة، بدك تعرف array of characters. يعني هنا عرفنا كاركتر واحد، أنا بدي أعرف array of characters، وهذا مش راح نوصل له في المادة هاي. راح آه تاخذه شكرا. بالجافا، اللي هو السترينجز النصوص والتعامل معها راح تاخذوه بالجافا. احنا هنا بس خلينا نتعامل مع الكاركترز. طيب هسه انا طبعا عرفت اكس وعرفت واي وجت مجموعهم بدي اطبعهم، شو لازم اعمل حتى اطبع؟ برنت اف، وهنا بدي احكي مثلا زد، هنا زي ما بدي اعبر زد نقطتين. شوفوا حتى اطبع اي متغير لازم اعمل اكثر من شغله. الشغله الاولى اللي هي بدي اسميها بليس هولدر. ايش يعني بليس هولدر؟ انه انا بدي احجز لمكان للمتغير هذا، وبعدين فاصلة والمتغير. هذه هي عملية الطباعة، شايفين زد؟ بس قبل الزد بدي أحط دبل كوتيشن، وهنا بدي أحدد هذا الدي اختصار لإيش؟ لنوع المتغير اللي بدي أطبعه في الطباعة. يعني أنا هنا عندي في ال الانتجر عند الطباعة بدي أستخدم لها إيش؟ دي. والفلوت والدبل عند الطباعة بدي أستخدم منهم إيش؟ أف. والكاركتر عند الطباعة بدي أستخدم له سي، أو البيرسنت، إشارة البيرسنت دائما هي. تمام؟ هذولا ثبتة نحفظهم دائما. أنا عند الطباعة إذا المتغير من نوع انتجر بدي أستخدم له بيرسنت دي، إذا من نوع فلوت أو دبل بدي أستخدم له بيرسنت اف، وإذا كاركتر بدي أستخدم له بيرسنت سي. هاي بنسميها بليس هولدر، إنه أنا بحجز مكان للمتغير. فالآن لو جيت رحت عملت رن، وطبعا أنا ما حطيتش النيو لاين، ليش طبع لي إياهم هيك؟ يعني ما حطيت النيو لاين، بدي أجي هان باك سلاش ان نيو لاين عشان ما يكون الطباعة عندي واضحة. هاي دعم الرن، هاي طبعا لي 9، نتيجة 5 و4 9. ممكن أزيد عليهم توضيح اللي هو إيش؟ إكس نقطتين فاصلة هيك، وأعمل رن كمان مرة. شو أعطاني هنا؟ زد نقطتين، إنه قيمة زد هي 9، أو بحكي the value of زد is زي ما بدي. أنا ممكن أعبر هاي، يعني بحكي له the value of z is 9.
فانا التسعه وين بيطبع لي اياها، الرقم وين بيطبعه من النص حسب ما انا حطيته، وين حطيت البيرسون دي هاي. طيب لو بدي اطبع مثلا the value of summation of 5 و4 كيف؟ بدي اكتب الجمله كامله، ممكن اكتبها زي هيك. يعني بدي الطباعه كيف تكون؟ بدي الطباعه تكون بهذا الشكل، حكى لك اطبع اليوم زي هيك. 5 زائد 4 تساوي 9. كيف بدي اخلي شكل الطباعه زي هذا اللي انتم شايفينه؟ بدي اجي اعدل هذا. كلهم عن بعض. بدي اجي احجز مكان الخمسه اللي هي ايش؟ اكس صح؟ اذا بدي اجي احجز مكان الاكس. هي بيرسنت دي زائد بيرسنت دي لمين؟ للواي، يساوي بيرسنت دي للزد. وهان بدي احط المتغيرات بالترتيب. هيو انا لو جيت عملت رن، هيو حكى لي 5 زائد 4 يساوي 9. انا شو اللي عملته انا؟ انه حجزت مكان للمتغير الاول، حجزت مكان للمتغير الثاني، وحجزت مكان للمتغير الثالث، وداخلهم انا بستخدم شو ما بدي، زائد يساوي قسمي. بس بدي انتبه على شغله، انه هنا التوزيع حيكون متساوي، يعني اول متغير حيروح لاول حجز، والواي حتروح للي بعديها، والزد حتروح للي بعديها. فترتيب المتغيرات هنا مهم، انه حيروح بهذا الشكل، الوحده حتروح اللي في البدايه حتروح للاول. طبعا هنا بيجي بيحكي لي عن نيم اوف فاريبلز، في عندي مجموعه، لو انا بدي اسمي المتغيرات في عندي مجموعه من الشروط. ايش الشروط هاي؟ بيحكي لي ايدنتيفاير اللي هو المتغير اللي انا بتعرفه اسمه ايدنتيفاير must consist of letters, digit and underscores. تمام؟ فبالتالي انا عندي لازم يكون عباره عن letter, digit او underscore, no special characters like، زائد ضرب، يعني ما بصير انا اجي اعرف متغير اكس واحط فيه مثلا هاي الإشارة. تمام، هيك أعطاني عليه ايرور، ما بصير أستخدم الإشارات هاي والرموز. شو المسموح اللي في المتغير؟ هو هاي، هيهم أحرف، أرقام أو أندرسكور. بحكي لي أنا الديفاير كانت بيجن وذ ديجيت، المتغير ممكن يكون في رقم، يعني ممكن أجي أحكي اكس 1 بصير زي هيك، لكن ما بصير يبدأ برقم، ما بصير رقم يكون في البداية، هيك خطأ. طيب هنا بحكي لي a series of words cannot be identifier، هنا بحكي لي الكلمات المحجوزة ما مش ممكن انها تكون متغيرات. يعني شو الكلمات المحجوزة؟ زي هذول الكاركتر والانتجر اللي هم انواع المتغيرات، هذه كلها بنسميها كلمات محجوزة، ما بنفع استخدمها كاسم متغير، هذه خاصة للغة للسي. الكلمات المحجوزة للسي ما بصير انا استخدمها. طيب عندي identifier define C standard library shouldn't be defined، بحكي لي المتغيرات اللي موجوده بالستاندرد لايبرري ما بقدر استخدمها، زي البرنت اف والسكان والسكان اف، الشغلات الموجوده هان باللايبرري هاي زي البرنت اف ما بنفعش اني استخدمها كمتغيرات. وهنا معطيني امثله انه خطا. ليش خطا؟ هاي لانها بدات برقم، ما بصير برقم. هاي دبل خطا لانها عباره عن كلمه محجوزه، الانتجر كلمه محجوزه. هاي ليش خطأ؟ لأنه في داخلهم رمز مش مسموح. هذه ليش خطأ؟ لأنه في عندي هاي برضو الرمز هذا مش مسموح، سبيشال كاركتر مش مسموح. فأنا ما بدي أعرف متغيرات، بدي أنتبه إنه أنا ملتزم بكل هاي الشروط. وهنا عندي اللي احنا اخذنا الباك سلاش انه انا بدي انزل ل سطر جديد. في عندي شغلات زي الباك سلاش تي. شو الباك سلاش تي؟ اللي هي تبعد عن همس الصفحة. بعد بالضبط، يعني هان لو حبيت ابعد، شايفين هذول بدي التسعه تبعد بزياده، باجي قبل التسعه بحط باك سلاش تي، هاي اختصار لتاب، انه ابعد المسافه بمقدار 6 حركات. فهان عملت رن، شايفين التسعه كيف باع زاحت؟ زاحت بمقدار 6 حركات، تي اللي هي زيح بمقدار 6 حركات. هذول اهم ثنتين. عندي البي باك سلاش بي اللي هي باك سبيس، حناخذها بالمختبر اللي هي حترجعني ل
حترجع المؤشر لورا. عندي لو انا بدي استخدم سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن لازم استخدم قبلهم اشاره الباك سلاش ان. يعني انا مثلا لو بدي استخدم كلمه فاليو تمام او اسمي مثلا، وبدي اسمي يكون داخل دبل سنجل كوتيشنز، انا بحكي لي ما بصير لو جيت عملت رن. هو انا طبعا عندي على الاكس كود بين، بس عندي على الكود بلوكس ما بصير، لازم استخدم باك سلاش ال باك سلاش قبلها وهاي باك سلاش قبلها. طيب بالنسبة لدبل كوتيشن، لو بدي دبل كوتيشن يكون حوالين اسمي، هان شايفين هنا مثلا ما بينت دبل كوتيشن. طب حتى تبين ايش لازم الاصل انه انا اعمل الدبل كوتيشن هذه، ليش اعطاني ايرور؟ حتى اعطاني يعني ايرور ليش؟ البرنامج صار عنده كونفيوز، هو صار مش عارف متى ابلش عندك وحده مفتوح مش متى مسكرة. ابلش ومتى يسكر. يعني انا هنا لما شلت هاي لا عفوا هاي، لما شلت هاي وشلت هاي هذول، هنا واضح انه خلص هيو هاي الدبل كوتيشن فتحته سكرت. لما جيت ضفت كوتيشن زياده هان، كوتيشن زياده هان، هو فكر انه هنا انا فتحته سكرت وهنا فتحته سكرت، صفت الكلمه هاي برا. فحتى احكي له انا لا، انا هاي الدبل كوتيشن هي مش اغلاق للدبل كوتيشن الاولى، هي بدي استخدمها داخل النص، لازم احط قبلها باك سلاش ان وهذه قبلها باك سلاش ان. هنا فهم انه هاي الدبل كوتيشن انا بدي استخدمها في الطباعه، وهاي بدي استخدمها في الطباعه، مش عملية إنهاء للكوتيشن اللي أنا فتحته في البداية. فأنا وجيت عملت ران، هيو هيك طبعا إياه. عشان هيك بحكي لي السنجل كوتيشن والدبل كوتيشن بدي أستخدم قبلهم باك سلاش إن. وإهانة زي ما حكينا الكاركتر دي والسي والدي والاف للفلوتنج بوينت بدي أستخدم لهم هذول عندي من الطباعة. طيب خلينا نجرب هسه مثلا نطبع فلوت، هذول خلصنا منهم. خليني انزل تحت اجي هنا بدي اطبع هاي الام مثلا، بدي اجي برنت اف ام نقطتين، بدي اعمل سبيس بليس هولدر، وشو بدي استخدمه هنا اف. طالما بدي اطبع الفلوت الام هاي وهي فلوت لازم استخدم اف، وعندي باك سلاش ان، وهنا عندي فاصلة، وهنا ام. بعمل رن، هي طبع لي ام تساوي 3.6 وكمل الباقي على اصفار. لو بدي اطبع الكاركتر هيو برنت اب، وهنا بدي اعمل بليس هولدر، بدي احكي له السي، وهنا بدي اعمل بليس هولدر للكاركتر باك سلاش ان، وهنا بدي اجي اكتب السي هي اسم المتغير، وهنا بدي اعمل رن، راح لكي طبع لي ايش هيو السي هي عباره عن الاف اللتر هاي. يعني هيك بكون كافي لليوم. ضروري ترجعوا الامثله اللي حليناها اليوم حلوها نفسها، يعني ما بس ما تعملوا شيء نفس ما انا حالين هنا حلو، افتح البرنامج عرفوا متغيرات اطبعوها، انتبهوا راح تطلع معكم اللي بحل اللي بكتب برنامج لاول مره راح يطلع معاه اخطاء كثيره، تعرفوا على الاخطاء، يعني حتكون اذا نسيتوا سمي كورن خطا، اذا نسيتوا هذا القوس تسكروه خطا، اي شغله صغيره بتنسوها حيكون عندكم ايرور، بدكم تتعودوا عليهم هذول. وكمان ارجع للدوسيه هاي هاي فيها امثله برضو تقدروا تحلوا الامثله اللي فيها. والمحاضره الجاي بنكمل على يعني باقي الأشياء اللي ظلت في كمقدمة للسي. حدا عنده سؤال؟ حدا عنده استفسار إشي؟ أي شيء بالمادة أو بشكل عام؟ دكتور يعطيك العافية. ما فيك. أول ما أفتح البرنامج بيطلع لي واجهة الكود بلوكس والرسمة وهيك، كيف بدي أوصل للي كنت أنت عليه هسه؟
بتاع الكتاب. طيب حضرت الفيديو اللي بعثتكم اياه دكتور صبحي؟ لا افريج هلا دك خليني اشوف الاف اذا ستيت هنا. مال كيف طب هاي تنتهي زي هذه الواجهه بعدين صح؟ عن اللوب. طيب الاف ستيت ما راح تكون مبنيه على كل شيء قبل اللوب، راح يكون في اف ستيت هاي الواجهه قصدك؟ يكون او في لا انت مش، انا مش عامل شيء. مش مبين عندي الشيخ. طباعة، حيكون في كل شيء أخذناه قبل. هاي الواجهه اللي تبين عندك؟ ايوه، كيف بدي اوصل للي انت طيب عليه؟ هذه المحاضرات المسجله تقدروا ترجعوا لهم. اذا هيها ما في عندك حكينا عن كرييت نيو الاول بروجكت، بتلاقي حالنا ايش؟ انا ما كل حمشي فيهم هان. الاكثر اللي بدي اي او بس انت اللي حتروحه هنا شايف هاي الكرييت نيو بروجكت. للغه ايوه ايوه بس انا بس امشي مع الفيديو هيهم. عندك هي فايل هنا عمل الكرييت بروجكت نيو حتى بروجكت، راح تمشي بعدها تختار هذا راح الكونسول ابلكيشن. استخدمها هاي كونسول ابلكيشن، ايوه خيارات هان اختار كونسول ابلكيشن. ما بهمني انا طيب كونسول بعدها ابلكيشن عندكم راح ما بين اعطيني سي هاي وسي الشاشه، بلس بلس، بختار السي. في عندي لازم غيرين، تختار اما سي السي. او سي بلس بلس، احنا بدنا نشتغل بعديها نيكست، مثلا تختار باسم هنا ايه. اسم البروجكت، وهنا وين تخزنه. الاولى هنا بروجكت تايتل، والثاني وين تخزن البروجكت على سطح تخزين المكتب. مثلا يفضل انه برودكشن اعمل فولدر على سطح بروجكت، المكتب وخزنه فيه الاقوال خزن وبس. الملف في البروجكت وبعديها اجي بعد عندي نيكست، هي فتح الملف هنا على وحتروحوا على الشمال. اقول عندي برودكشن سورسز بعد بعدها البرنامج هو راح هتفتح عليه. المين وحيفتح معك. إذا نسيت تقدر ترجع طيب للفيديو لانه هذا، عندي موجود هذا رقم البرنامج 14 انا حاليا اللي بعثت لكم هذا امبارح على على الجنب القناة. اليمين هاي ايوه حاطين افتح عليه وتبع عليه الخطوات كيف مشينا فيه. تمام ان شاء الله. طيب حدا عنده شيء ثاني؟ يعطيك العافية دكتور. ما فيك، يعطيكم العافية الجميع. شكرا.